من اللجان. انا هقول الارقام اكتر من مره ماشي. يبقى معايا 95% من اللجان. بنتكلم على 12000. ثانيه واحده بعد اذنك عايزين نسمع. 12448 لجنه. تاني 95% من اللجان. 12448 واحد اثنين أربعة أربعة ثمانية لجنة. ماشي الأصوات الصحيحة. الأصوات الصحيحة إجمالي الأصوات الصحيحة. هنقولها واحدة واحدة. 23,841,259. تاني 23,841,259 صوت. 2,3,8,4,1,2,5,9. دكتور مرسي حصل على 12,407,229 صوت. 12,407,229 صوت بنسبة 52%. الأستاذ شفيق الأصوات اللي حصل عليها 11,000,000 صوت و434,030 صوت. 11,434,030 صوت. 1,1,4,3,4,0,3,0 بنسبة 48% من الأصوات. الفرق تقريبا 1,000,000 صوت بدون الأصوات اللي في الخارج. فاحنا بنتكلم على تقريبا 1,200,000 صوت فارق. وبنتكلم على 95% من اللجان. فاضل 5% اللجان هنعلن النتيجة النهائية. النتيجة النهائية شبه رسمية من كل المحاضر الفرز على مستوى الجمهورية الساعة 4 صباحا في مؤتمر صحفي فوق إن شاء الله هنا في مقر الحملة والحزب.